منظمة شرايين الأمل الطوعية الخيرية بمدينة كوسي، منظمة نشأت بطريقة التداعي الحر من إنسان المدينة لإقامة كثير من المشروعات والأشياء المباشرة بتمس حياة المواطن من حملات نظافة. الآن المنظمة بتنفذ أسبوعيا حملة نظافة في واحد من الأحياء، ويمتد عمل المنظمة لمتابعة الحالات الطارئة في المستشفى ورعاية المرضى الذين لا يقدرون على العلاج. كما إن المنظمة شغالة كذلك في مجال الفكر والثقافة والمنتديات والتثقيف، تثقيف سواء كان صحي أو غيره. الآن المفاجأة إنه منظمة شرايين الأمل حاطرعة وفد هو عبارة عن قافلة صحية من اتحاد أطباء الأسنان العالمي. اتحاد أطباء الأسنان العالمي بالتعاون مع اتحاد أطباء الأسنان بجامعة الخرطوم هيجوا منهم حوالي 60 طبيب إلى مدينة كوسي. المنظمة هي رعت هذه المسألة وكانت مبادرة لإحضار هذا الوفد، وحيقوم برعاية كاملة من إنسان هذه الولاية من توفير المسكن ومن توفير الوجبات اللازمة لهذا الفريق الذي سيأتي في قافلة صحية طوعية. نخاطبكم اليوم ونحن أكثر صلة بأننا نمتلك عناصر ذات قيمة وطنية عالية، فصاغوا مفردة اللآلي رغم أنف الخليل، ومحقوا من الغاموس المستحيل، وصاغوا في الغاموس ونحن غادرون. ها هم شرعي الأمل بمدينة كوستي، وكلنا شرعيين. نحن غادمون من أجل بيئة صحية تعبر عننا جميعا، فكانت النفرة الشعبية والتدافع الشعبي لتكتمل مع الجهود الرسمية لترسم لوحة في غاية الجمال. نحن غادمون من أجل التعليم لنرسم البسمة على شفاه الطلاب لتكتمل رحلة تعليمهم بتوفير وجبة وكتاب مدرسي وملبس. نحن غادمون من أجل مراقبة ومتابعة الروشتات الطبية التي تخرج من المستشفيات والعمل على إيجاد المال الكافي لهم وربطهم بالجهات العالمية والإقليمية عبر الشراكات مع المنظمة، مع أن كل شرايين بها ألوان الطيف السياسي والعرقي والديني، لنعكس شعوبية هذا الشعب ولنعكس شعوبية هذه المنظمة، وأن ينظر لنا العالم كلنا كأننا أخوانات متباينة الألوان، إلى أنها في منظرها العام تدل على ملمح من ملامح الجمال. إنها كوسي التي نعشقها ونزعى لأن نجعلها الوطن الأقدر والأجدر، وأن نحترم كل ذات انتماء على انتمائه، وكل ذات كيان ديني على دينه، وأن تبقى كوسي هي الأساس. هذه المنظمة الفتية التي ذكرتنا بأولئك الأماجد، بأولئك الذين قدموا لكوستي دون من أو أذى. نشكر لهذه المنظمة الفتية التي وحدت أهلنا في كوستي. فاليوم في هذه القاعة بكل أطيافنا نجتمع في هذه القاعة ونكرم الرعيل الأول من أبناء كوستي الذين قدموا لهذه المدينة. فالتحية لهذه المنظمة الفتية التي ولدت بأسنانها، فالتحية لهذه المنظمة التي تعمل عملا خالصا من أجل مدينة كوستي، لا عملا سياسيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق منظمة شرايين الأمل، فنحن نقول لهم نحن يدنا
في يد هذه المنظمة الفتية بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت من أصحاب الحظ الذين شهدوا ميلاد هذه المنظمة في يوم من الأيام الخالدات في اليوم الأول لامتحانات شهادة الأساس، عندما جئت لأول مدرسة شاهدت هذا اللون الأصفر وشاهدت هؤلاء الأبطال والأخوات الفضليات في استقبالنا في أول مدرسة، عندما جئنا إلى كوستي وقرأت على صدورهم شرايين الأمل. وأنا حقيقة من ذاك اليوم علمت أن هذه المنظمة قد ولدت بأسنانها، وأن الخير فيها وسيظل فيها إلى كل الناس في أهل كوستي وغير كوستي. وظل أخي محمد يلاحقني لحضور هذه الفعالية، ولو كنت أظن أن الجمع سيكون بمثل هذا الجمع لوافقت في الساعة الأولى أو في اللحظة الأولى. أنا حقيقة فوجئت أن كل كوستي هنا في قاعة هذه القاعة الجميلة. وأنا أقول لأخي عبد القادر، وكنت مشغولا مع الأستاذة آمنة جريندا في حديث جانبي ما استمعت إلى كل كلماته، ولكني لاحظت أن الحضور كان منفعلا بما يصدر منه من كلمات ومن عبارات تحمل الأمل والفعل لهذه المنظمة.